جزرة الموت في منطقة المعامل في بغداد، منطقة تتلاقى فيها طرق رئيسة وفرعية سبقتها شهرتها بعدد الحوادث المرورية فيها وعدد ضحاياها بشكل شبه يومي. حد ذاته السايدين والجزرة هن ضيقات، يعني مثل تشتاس سيارة بشق الأنفس هم تصير حوادث هنا، لا سووا سايدين عريضات ولا كملوا هاي المسافة، هاي تايه سيارة ملاقي سيارة، ويومية حادث يومية حادث. زين هاي الحوادث خذت هواي أرواح ناس هواي، وإحنا الناشد أمانة بغداد هذا هم عمل يؤدي بأرواح الناس، حياة الناس رخيصة عليكم قلونا. هذا الشارع 10 متر من هنا و10 متر من هناك، عرضه 18 متر سويناه ثنا 4 ب4، 4 من هناك و4 من هناك، وعافوا عن نص ومشوا لين صار بيه بوق هواي. زين وحوادث بالاجماع صار مال موت. وبالرغم من أهمية هذه الجزرة الوسطية حيث تمثل عقدة مرورية بين المحافظات إلى جانب مرور آلاف السيارات والطلبة منها يوميا وتسجيل عشرات الحوادث المرورية المأساوية فيها، إلا أن أحدا من الجهات الحكومية المسؤولة لم يسمع استغاثات أهالي المنطقة. يلتفتون على هالشارع هذا رحمة، احنا البارحة صار عندنا هنا حادث وبي صارت وفيات وصارت موتة بي بهذا التقاطع مال ابو زياد اللي نطلع الباويه، خدمات على السياحه معدومه. هذا الشارع شوف العام يربط بغداد شمال، يعني احنا نروح للرمادي مو نكره ارواحتنا، نروح للبصره نكره ارواحتنا، تروح للشمال ترتاح. هاي سكه الموت، ونحمل امانه بغداد. البارح الحادث صار هنا، ماتت بي اطفال وماتت بي نساء وماتت بي شيبه، ويوميه هذا يوميه بحادث قبال بنزخانه ابو زياد. هذا الشارع عرضه 4 مترات وحاطين به جزرة عرضها 60 سنتيم أو 70 سنتيم، ويومية الحوادث تتكرر من حي البتول لحد البنزخانة مال أبو زياد. وإلى جانب تجاهل الجهات الحكومية لحجم الخسائر البشرية أو جهلها بها، تقلل هذه الجهات من حجم المأساة في جزرة الموت واستغاثات أهالي المنطقة الذين لا تفارقهم أخبار الموت اليومية. أنا ما مطلع على المشروع، لكن عندنا مخططات خاصة بإدارة المشاريع وتنفيذها يتم على أساس صحيح. الحكي كلام المواطن هو مو دقيق، ومن اللي يثبت هذا الموضوع؟ هل المواطن مختص؟ هل المواطن مختص بهذا الأمر؟ هسه تروح للشارع صورة تلقى سيارات سايدين تمشي وتجتاز براحتك، ماكو يعني كذا مو صحيح. ويشهد العراق تصاعداً مخيفاً في عدد الحوادث المرورية وضحاياها، والتي بلغت أرقاماً عالية بعد عام 2003 لأسباب عدة، أبرزها عدم تأهيل الطرق وتعبيدها وكثرة المطبات الاصطناعية والحفر.